هذا اصعب 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 فيديو صورته، بتصور واحد من اصعب الفيديوهات اللي تصورت على يوتيوب. يعني امانه بليز لطفا اعملوا لي متابعه، حطوا لي لايك عليه للفيديو، اكتبوا لي الله يعطيك العافيه مشان اطلع كمان مشاوير. ليك ترى وهي طلعت من البيت لقيت الدنيا عم تشتي والرياح عارمة والأجواء ظريفة وحلوة وتليفوني تعبى مي. يلي مضيع حمامته يجي يدور عليها بين هدول. الهواء قوي وهي الضحايا. تسجيل دخول ملكي للدار. وين؟ وهي منركب بالتونيل بشان ننزل لتحت على البحر. وهي وصلنا على البور وهلأ بدنا نطلع على اسكودار. رح نركب بالسفينة. تعتبر السفينة واحدة من وسائل النقل العامة باسطنبول واجرتها نفس اجرة الباص. الرحلة البحرية شغلة كتير حلوة وانا كتير بنبسط فيها. تعالوا تفرجوا. في بقلب السفينة بوفيه وبيعمل عصائر بس انا حبيت اشرب شاي سخن بدفي. غرفة مشان تعزف لحالك وما تزعج غيرك. اسكودار واحدة من احلى المناطق باسطنبول وما في يوم بيروح وبيجي مترو. شايف هذا الضوء باخر نفق؟ اوكي معناها عيونك تمام. وصلنا على العمرانية وسلمنا على الشباب الطيبة ولقيناهم عم يحتفلوا. وعازميننا على الغدا كمان. واحدة من أحلى فانزاتي جاية تصور معي. هذا أعلى برج بإسطنبول. صح برد بس مبسوط. المكان اللي بتروح عليه هو هنيك. واخذت شوكولاتاي ومي تحسبا. يعني هي ذكي كثير، ذكائي منه الطبيعي. اشتريت كفوف عاديه وقصيته منها، بجيب المفصل هذا غطي من انا ايدي كبار. يبدو المكان قايم للجبل. انا طلعت طلعه ما بعرف شو هي وعصيت، واخيرا بعد مشي طويله وصلت. ما في كلب في الشارع. ارقد. هاي احلى رقده لعيون الشباب. جامع تشاملجا اكبر جامع في اسيا الصغرى. مساحته 15,000 متر مربع وبساع حوالي 37,500 مصلي. خلينا قبل ما نفوت الجامع نستكشف الباحة تبعيته والمناطق الخارجية قبل ما ينتزع الطقس أكثر من هيك. لا أنا للأمانة كنت عم فكر طير بس طلع ما فيني، فقررت أطلع كبني آدم. المكان مطل على اسطنبول من كل الاتجاهات. وانتو وين ما كنتوا باسطنبول فينكن تشوفوا للجامع.
هاي الباحة الخارجية للجامع وفي هون موضأ. خلينا نطلع على الباحة الخلفية. يا جماعة تلج تلج وهوى وبرد برد برد. وصلت لمكان بس لأنه الجو كتير هيك ما مبين بس هيك. هاي الوصفة هيك التلج. تجينا شيء شغلة طايرة من الهواء. خلينا نرجع نفوت لجوا. جماعة أساسن كريد. الجامع فيه 8 مباني مغلقة وخمس أماكن مفتوحة وإله 6 مآذن. بلش عماره بال 2013 وظل 3 سنين عم يتعمر. الله حيو الفلو. غير الجامع في هون مكتبة كتير كبيرة وفي معرض للفنون وكمان متحف آثار التراث الإسلامي. كان بيضيع وأنا ماني عارفان حرفياً وين لازم هو. وهي دخلنا على المتحف. من هون فيك تاخد تذكارات وشغلات وفنجين قهوة ولوحات شغلات كلها العلاقة بالتراث. أنا كنت متأكد إنه اللوحة اللي عند ستي لها علاقة بالتراث. هذا العرش بس للطوال اللي مثلي. عم بمزح. جهاز عرض بفرجيك طريق الحج. يا شام يا شام. المؤثرات والإضاءة شغلة كتير حلوة. والمتحف فيه له طابق ثاني. خلونا نطلع سوا. اول ما بتوصل بتشوف هالمشهد بجنن. وهي كل وحدة فيهم بقلبها سبيكر كتير صغير مشان يسمعك شوية ميوزك. مخطوطات قرآنية مكتوبة من قبل ما يكون فيه تنقيط للحروف العربية. هاي المصاحف مكتوبة كلياتها بخط ايد. هذا القسم بقلبه المخطوطات المتعلقة بالتاريخ الإسلامي. هي كانت المعدات تبع الكتابة. ها هنا دواتي ويراعي. هذا شعر من سوق الجمعة. بتشوفوا هون أهم اختراعات علوم الجغرافيا والطبوغرافيا والملاحة من أسطرلاب كلياتها من ضمن تراثنا. الواضح أن العلم كلياته كان مكتوب بالعربي. وهذا شكله جايهم بفحص البكالوريا.
المعدات الجغرافية لتحديد القبلة، وهيك فيك تتخلص من عقدة الخواجة وتعرف انه تاريخنا مليان علم. شاشة عرض فيديو تعرض لك التاريخ الإسلامي. وهذا القسم فيه التراث العثماني. هاي العدة لما كان ضرب القنا بالقنا. هدول رماح مو شوكة وسكين. ولقيت جرة مكسورة. خبوها بما تشوفها أمكن. مين كسر الجرة؟ وهذا القسم للعملات الأثرية. نشوف هاي للعملات. خلينا نشوف هاي مثلا. هاي الصغيرة. هاي ليك هاي ما أصغر. نجيب هاي من هون. نزحها هيه. نوصل لعندها. للتاي. نخلع عينك هيك نشوف. وهون بيكون خلص المتحف. وهون في بوفيه يلي حابب يأكل له شغلة يشرب له شغلة ويرتاح له شوي. منشلح الحذاء مشان نفوت على الجامع. رح أطلع بالأسانسير لفوق مشان بلش من فوق لتحت أسهل. أول ما بتفوت حرم الصلاة في سحر غريب بتحس فيه، في طاقة كتير فظيعة. المكان تحفة فنية مذهلة. وهلأ شعلوا الأضوية وبين المكان أكثر. جامع كبير بطريقة خيالية.
وهي طلعنا. اضطريت اطلع بسرعة من الجامع مشان ارجع لانه الطقس صار كتير سيء. اخواتي حطولي لايك وشيري الفيديو. كتير بردان. بما انه تلج وهوى وبرد والاجواء هيك، فرح نروح نكنكن بشي قرنه ناكلنا لقمتين وبعدين نرجع على البيت. تفضلوا على العشاء. طيب الأكل هون بكتروا خضرة، يخس، بندورة، بجبنة أكيد، حاطين لبسطرمة. أحسن شغلة الإسطنبول إنه في لبن عيران. أنا بفضل هاي المحلات اللي بدي أكل برجر، أنا بفضلها عن ماكدونالدز والكي إف سي لسبب. اللحمة اللي موجودة هون لحمة، ما بدك تقول لي يعني هذيك شو؟ هذيك جنك فود يعني، ما كتير متأكد من اللحمة بصراحة. هاي لا، بدنا نجيبوا اللحمة ويفرموها يعني تعملوا معها مثل إذا بدك تروح تعمل برجر بالبيت. هون عندهم أنواع للبقلاوة كتير طيبة. مستنى لنا شي سبونسر يعزمني على بقلاوة مشان فرجيكم اياها. يعني عملوا لي لايك مشان يشوفني السبونسر. عم تشوفني؟ اي اذا كنت يا سبونسر عم تشوفني هلا، فالبركة بالشباب معناها وصلونا لازم توصلونا. اذا وصلتوا لهون معناها كتير عجبكم الفيديو. شاركوا مع رفقاتكم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لي لايك على الفيديو، وإذا عندكم أي اقتراحات اكتبوا لي إياها بالتعليقات. وبحبكم كتير. أنا الداروين وهي هي الروح. بشوفكم بالفيديو الجاي. كفطنطن دراويين.